توريت سندروم. طبعا توريت انت ملاحظ ان فيها 3 تي عشان يقول لك ديت اهم حاجة فيها تي تكس. التكس يعني لازمة، بيبقى المريض ده عنده لازمة كلامية او لازمة حركية، تمام؟ يبقى عنده تكس، بيبقى متشخص اقل من 18 سنه، اقل من 18 سنة، تمام؟ يعني لازم يتشخص قبل سن ال 18 سنة، ويكون عنده التكس دي لمدة اكتر من سنة، لمدة اكتر او تساوي سنة. يبقى التوريت سندروم دي عبارة عن تكس، يعني لازمة حركية او لازمة كلامية. لازمة حركية زي ايه؟ زي ما يكون عنده حركة في وشه معينة، او بلينكينج، بلينك يعني يعني بيحرك جفنه كده بطريقة معينة، هيد جيركينج بيحرك راسه بطريقة معينة، بيسنف، او شولدر شراجينج يعني بيرفع الشولدر بتاعه كده بطريقة معينة. تكس بقى يعني بتتكرر كتير، تمام؟ او فوكال يعني كلام معين، زي انه مثلا، وممكن كمان يعمل ثروت كليرينج زي كده، او سنورينج وجرانتينج، الاثنين معاهم مثلا بيشخر، او كوبرولاليا. ايه بقى الكوبرولاليا دي؟ كوبرولاليا يعني ان هو وهو بيتكلم يجي ساكت كده لفتره. السكوت ده ليه؟ او يقعد يتهته في الكلمه ليه؟ لان هو نسى الكلمه، هو مش نسى الكلمه، هو فاكر الكلمه لكن صعب بالنسبه له انه يقولها. اللي نسى الكلمه ده منتال بلوك، تمام؟ ده اما تيور ديفنس ميكانيزم، المنتال بلوك ده. اما الكوبرولاليا ده فاكر الكلمه لكن صعب انه يقولها بالنسبه له، دي شكل من اشكال التوريت سندروم. طب انا هعالج ازاي؟ هعالج بالكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي. هو مرض جديد جدا، فبالتالي مش عارفين العلاج بالظبط ايه، لكن هم اخدوا بالهم ان اللي عنده توريت ديس اوردر او توريت سندروم بيكون عنده الدوبامين عالي، زيادة في الدوبامين. يبقى اديله انتي سايكوتيك. ادي الدوبامين اهوت موجود، بعدين بيروح عن طريق حاجة اسمها في مات 2. ده ايه الفي مات 2؟ دوت ترانسبورتر بياخد الدوبامين يحطه جوه الفيزيكلز، وبعد كده الفيزيكل دي تطلع وتطلع الدوبامين، يروح يمسك في الايه؟ في الدي 2 ريسبتور اللي موجودة بوست ساينابتيك. ده بري ساينابتيك وده الساينابتيك كليف. جميل. قال لك طالما الدوبامين عالي فانا هديله انتي دوبامينرجيك، او اللي هي انتي سايكوتيك. انتي سايكوتيك اللي بتنهبت الدي 2 زي الريسبريدون، ريسبريدون او الهالوبريدول. جميل. قال لك كمان انا ممكن انهبت الفي مات 2 وبالتالي اقلل ان الدوبامين يروح الفيزيكال، فهقلل خروج الدوبامين. اللي بينهبت الفي مات 2 اسمه تترا، وده اكتر واحد بيعالج كويس، تترا بنازين. تترا بنازين دوت في مات 2 انهبيتور، فيقلل الدوبامين والسايد افكت بتاعته اقل من الانتي سايكوتيك. يبقى التوريت سندروم ده بيكون الانسب بتاعه قبل سن ال 18، بتلاقي سادن ريكارنت نون ريزميك ستيريوتايب موتور اند فوكال تكس، يعني في تكس لازمات معينه كلاميه وحركيه بتكون ستيريوتايب على طول، وفجاه بقى ظهرت عنده لمده اكتر من سنه، وممكن تظهر معاه كوبروليا اللي هي بينسى involuntary absence speech. يبقى هو فاكر الكلام لكنه السبيتش نفسه هو اللي absent، مش الكلام، الكلمة ما بتتقالش لكن هو فاكرها. يعني من المشكلة مش ميموري كمان، ولا يعني مش mental block كده. قال لك associated مع، بيكون دايما اللي عنده توريت سندروم ده بيكون عنده ADHD و OCD حاجة منهم. يعني مثلا اللي عنده توريت سندروم 60% منهم عندهم ADHD و30% منهم عندهم OCD. دي association. طب هعالج ازاي؟ cognitive behavioral therapy او psycho education 2-1، يعني cognitive behavioral therapy. قال لك كمان بعالج بالتترا بينازين اللي هو قلنا في مات 2 انهبيتور او انتي سايكوتيك، او اعالج بالالفا 2 اجونيست. طبعا هنا ترايل اند ايرور. طب الفا 2 اجونيست زي ايه؟ زي الكلونيدين، جوافينيسين، كلونيدين،
واحنا قلنا انه مرتبط بالاي دي اتش دي، حتى الاي دي اتش دي برضو بنعالجه ساعات بالكلونيدين. ليه؟ لان الكلونيدين بيزود البري فرونتال اكتيفيتي، بيزود البري فرونتال اكتيفيتي، والبري فرونتال دي اللي مسؤوله عن الحاجات دي، عن التكس لو في صله ما بينهم.